مرحبا فيكم جميعا، انا سامي كورجي، واليوم بالفوتوشوب في درس صغير وسريع وكتير حلو بفيدكم جدا. منعطي صورة حياة روح او مود مثل ما منقول. بما اني بلشت بهالنمط من الفيديوهات، رح يكون كل فترة في فيديو صغير سريع بعلمنا شغلات حلوة، ان كان بالفوتوشوب او افتر افكت او بريمير، حسب شو بتطلبوا انتو. اذا حابين تتعلموا شيء بالكومنتس، واذا في شيء هيك براسي بدي اقول لكم عنه او اعلمكم اياه، يعني راح اعطيكم اياه. فاليوم مختار لكم انه بما انه فتنا بجو الشتاء، وانا التقطت هالصوره هون بالسلطان احمد باسطنبول، ايا صوفيا، وكان الجو عم تشتي. بس كيف بدي اخلي الصوره تبين فيها روح ونحول الصوره من هالصوره ل هيك؟ خلينا هلا نشوف بالفوتوشوب كيف بتصير. الصوره اللي بدي اشتغلها الاوريجينال هذه هي الصوره. اكيد بدها شويه نعدل بالالوان وهيك، بس خلينا نحط التاثير الشتاء على هالصوره. اول شيء حاعمله انه حاعمل سوليد كولر، واكيد يكون لونه اسود. برجع بضيف الفلتر يلي هو نويز، اد نويز، تمام. كونفرت تو سمارت اوبجكت، راح اضيف الاماونت، زيد شوي لحتى تبين الصوره عندي انه في الابيض عم يبين اكثر، بس ما كتير، يعني مثلا اذا بدي زيدها هيك كتير لا، خليني بس شوي، يعني تقريبا بحدود 50. هذا الرقم منه ثابت، هذا الرقم حسب حجم الصوره عندكم قد ايه كبيره صغيره، بس انا اللي بدي اشوفه. خليني اشوف هون كيف مبين، منه اسود اسود ولا ابيض ابيض، بيناتهم هيك بهاللون. بعمل اوكي. وشغله تانية انه هذا اللاير بدي اكبس رايت كليك اعملها راسترايز لاير. ليه بدي اعمل هيك؟ لحتى تكون لاير عاديه ما تكون سمارت اوبجكت، تمام. برجع بدي اعمل فلتر بلور، موشن بلور، تمام. بس لضيف موشن بلور بدي زيد الديستانس تبعها، يعني البيكسلز قديش عم تعمل شيفت، عم تمطها، وبدي غير الاتجاه تبعها، يعني ما حسب الاتجاه المطر قد ايه بده يكون عندكم او قد ايه حابين يكون. في يكون مثلا نازل دغري على الارض، في يكون مثلا نعطيه شوي انه في هواء مثلا عم تعطيه شوي هيك اندفاع للشتاء، وعم تزيحه شوي لاي جهه، يمين او شمال. انا بختار مثلا هيدي، تمام اوكي. الديستانس اللي بدي زيدها ما كتير زيدها لحتى يبين هيك، خلينا نعطيها شوية انه هيك، تمام. بكبس اوكي. هلا هون في شغلة، مثلا بدي اعمل شوي لبرا، بكبس الت وبالويل الدولاب يعني تبع الماوس لحتى اعمل زوم اوت، كنترول تي لحتى اعمل سكيل، وبدي زيد شوي سكيل اب ل تقريبا هالشكل. بعمل اوكي، برجع للاساس، بشوف هذا الشكل الشتاء. هلا هون شو بعد عندي؟ بدي احول هيدي اللاير من نورمال لسكرين، تمام. اوكي، صار عنا في هون هيك تاثير الشتاء. اذا بعمل هيك هيك اختلفت شوي. هلا بضل عندي شوي هون، اعطي الجو الالوان مثلا، راح اضيف هيو ساتوريشن، بدي غير شوي بالالوان لحتى اضيف تاثير اكثر شوي، يكون جو خريف او شتاء. ما بلعب بالماستر، مثلا عندي هون الهيو ساتوريشن والساتوريشن. الهيو هو بغير الالوان، الساتوريشن قد قوه اللون. فحاعمل ريسيت كل شيء، حاشتغل باللون الاحمر، حضيف شوي ساتوريشن، وبدي ازيح شوي من الشمال لحتى يعطيني اللون الاورنج شوي. اليالوز الاصفر، بزيد شوي اصفر بما انه الصوره هيك بدها عندي. هيدا منه ستاندرد، انت بتشوف هالشكل انه بدك تعدل الالوان حسب انت الايمج تبعيتك او الصوره قد فيها الوان. هلا انا الصوره اللي عندي اخذها اساسا شوي الوانها باهته، فانا بدي زيد شوي ساتوريشن هلا حتى ابين انه مثلا الاصفر يلي هي مثلا هون وهون عم يتغير، واكيد في بالاخضر في اصفر، يعني اللون الاخضر فيه اصفر. فبدي زيح شوي على الشمال كمان الهيو، حتى اعطيها شوي لون اورنج يميلها هون للذهبي، وهو يكون قراب للشجر، الاوراق الشجر البقايا.
حعمل كل شيء على السريع. الجرين بدي، ما بدي جرين، بدي ننزله لتحت مع انه ما مأثر كتير علي. الساين بزيد شوي ساين، شوي صغيرة ما كتير. والبلو حزيد بلو شوي اكتر لحتى يبين شو اللون السماء. وبدي انتبه للبسين مثلا هون اشياء جينز او جاكيت هاد الازرق ما كتير كتر لانه اللي بصير هيك، فبدي ازيد شوي هون واخدها شوي اللي هيو على الشمال لحتى يبين الصيان اكتر شوي، ما بدي كتر. تمام، هلا كيف كانت وكيف صارت هي بهالشكل. واكيد اهم شي بدي ازيد شوية كونتراست عن طريق الكيرفز. هالميلة اللي هي الشادوز بدي اعطي شوي هالشكل. بدي ازيد شوية برايتنس بالميد تونز. تمام، شوي حتى ما روح التأثير تبع الشتاء. اوكي، هيك بكون انا مثلا كل شيء مثلا كيف كانت قبل وكيف صارت. اوكي، هلا هذا كان الدرس كتير سريع. قدرنا نحول الصورة من قبل وبعد. وبدي منكم ما تنسوا لايك شير سبسكرايب اذا بعدك منك مشترك، وانطروني بدرس جديد. شوفكم.